نشوب حريق في منزل وحوش للماشية، امتدت الحريق لثلاث منازل مجاورة، يعني حريق في 4 منازل وحوش للماشية مشيدة بالطوب الأبيض البلوك بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج. تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اختار من مأمور مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بعدد من المنازل ناحية قرية نقنق دايرة المركز، وامتدت النيران لثلاث منازل مجاورة. بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض البلوك وحوش للماشية ملك المدعو ألف ميم عامل 32 سنة يقيم بذات الناحية، وامتدت النيران لثلاث منازل مجاورة مشيدة بالطوب الأبيض البلوك أيضا وغير مأهولة بالسكان. وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعاونة الأهالي دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الغلال والتبن وجذوع النخيل ونفوق عدد من الطيور والماشية. حرر المحضر اللازم بالوقعة وطولة النيابة العامة. تحياتي.